السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بالجميع. اليوم قريسات قرص قراشل، كل واحد اش كيقول لهم، جاو رائعين، نتيجة زوينة. اذا بقاو مع باقي الفيديو باش تعرفوا الوصفة من الاول للاخر. ومرحبا بالجميع، ورا موجودين الوصفات، جربوهم ان شاء الله. ها هما تبارك الله باقي سخان زوينين، ريحتهم كتشهي، الريحة ما يمكنش تشموها، ريحة المزهر وهاد النافع والجيجان. تبارك الله باقي سخان، هانتوما نفتحها باش تشوفوها كيفاش دايره من الداخل. هانتوما بسم الله، ها هما اذا النتيجة رائعة. كنتمنى تجربوهم ان شاء الله وينالوا اعجابكم، ونديروهم ان شاء الله لوليداتنا لروسنا رمضان او خارج رمضان. اذا كنتمنى الوصفة تعجبكم، وان شاء الله ما تبخلوش علينا بالتعاليق تعليقكم زوينة، وتشاركوا القناة وتشجيعاتكم باش نستمر ان شاء الله. والى اللقاء فرصة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسونا من خالص الدعاء. ها هما خرجتهم من الفرن، كيف جاوكم؟ انا غادي نحلهم معاكم ان شاء الله، وندير في الطبسيل تاع التقديم، باقي سخان، وتشوفوا ان شاء الله النتيجة النهائية. غادي نبداو على بركة الله. هنا عندي الجلجلان، الجلجلان والنافع وحبة حلاوة، ومهم هاد ثلاثة. بسم الله غنبداو على بركه الله. هادشي كيبقى حسب الاختيار، بس كاين اللي كيبغي بزاف، كاين اللي كيبغيش بزاف، كيبغي غير ينسم. واحد البيضه كنديروها هنا باش نتاكدوا منها واش ما خاسراش، شويه الملح، معلقه كبيره ديال الخميره، واحد نصف كاس ديال الحليب سخون نخويه كاع على الخميره باش تساعدها. غادي ندير تاني نصف كاس ديال الزيت، نصف كاس ديال الزيت، السكر. غادي ندير انا هاد البني، ثم اي سكر عندكم ديروه، انا غندير غير واحد جوج معالق، هكا جوج معالق كبار، قليل من ماء الزهر غير اختياري، قطرات من الخل، واحد المعلقة صغيرة ديال البسيليم. مازال قلت لكم غادي نشاركها معكم ان شاء الله. ها هي هذه هي اللي درت بيو بسيليم، المنافع ديالها راها لا تعد ولا تحصى. غادي ندير لكم فيديو ان شاء الله كما وعدتكم. صافي قبل ما ندير يديا جبت هذا الارز العجيب اللي مشاركاه معكم، الى باقي عاقلين عليه، الا شفتوا الفيديو راه شحال هادي ما نسيتوش ملي تاكلتو معكم هذيك المره. ها هو يلا جبتو، راه باقي بارد من الفريغو. هذا راه أرز عجيب، شوفوا الفيديو راني مشاركة معكم شحال من وصفة، السريع ديال ساعة ديال الليلة. وهنايا شاربي هو اللي باش غادي نخلط ان شاء الله. صافي عندي جميع العناصر هنايا، غادي نبدا على بركة الله نخلط هاد المكونات. ريحة المزهر هذا زوين، الجلجلان، الجلجلان بلدي جبته من المغرب، عجبني فيه مذاق أكثر، والنافع هادشي جديد ما شاء الله. واخا مغربله هاد الدقيق، ولكن غادي نزيد نغربلو، غادي ندير واحد جوج معلقات منه حيت كان في الفريغو، غندير واحد جوج معالق.
حيت نثلج كما ذكرت معكم. كلشي النصائح الفوائد ديال كيفاش كينتعنا هاد الأرز العجيب راها موجوده بالفيديوهات، حيت نثلج داكشي علاش فيه كرات، اما هو راه ما فيش الكوال. بغيتو تكثروا من هذا تكثروا، ولكن من الاحسن غير شي جوج معلقات فقط. ولا بغيتو تضوبلوا المقادير، بغيتو كميه كثيره راه دائما تضوبلوا المقادير، بغيتو كميه كثيره كتضوبلوا المقادير. صافي غنبدا ندير دابا في الشعر، ولا اي دقيق مصنع عندكم ديروه ماشي ولاد الشعر. نزيد في الدقيق بشويه بشويه حتى العجين تماسك. صافي هذا هو القوام ديال العجين كما كتشوفوا. صافي دابا غادي نجمعوا، نجمع الجوانب وندير يدي، غنغطيه نخليه حتى يتضاعف الحجم ديالو ونرجع معكم. هي بعد العجينه بعد ما تضاعف الحجم ديالها ندير يدي شويه في الماء وغادي ندير ليها بحال هكا بحال كنحيد منها ثاني الهواء، وغادي نكورها ونديرها في اللاطه. صافي كرات على قد اللي بغيتو ديرهم بحال هكا، ولا غندير شويه الزيت اللي بغيتو، بغيتو ديرو الزيت ولا الزيت والماء ولا الماء بوحدو. ندير يديا بجوج كتلصق. صافي نحاول ندير ليها بحال هكا القياس اللي بغيتو. بسم الله. بغيتهم كبار ولا صغار؟ صافي حتى نكمل المقدار اللي عندي العجينه كامله ورجع معكم. صافي هما بعد ما قرصتهم درت هنا واحد البيضه، درت فيها واحد القطرات ديال الخل، غادي ندهنهم
نغسلهم مزيان وندير لهم ججلان من الفوق ونخليهم تاني مرة أخرى يخمروا، وعاد غادي نطيبهم. إذا غيخمروا للمرة الثانية إن شاء الله. المهم غادي ندير لهم بحال هكا صافي. هش الجلان ونكمل كل شيء ونخليهم، ومن بعد ان شاء الله نرجعوا. صافي بعد ما خمروا انا كنت زربان عليهم، شعلت الفران واحد شويه وطفيته خشيتهم، ومن بعد جبتهم وسخنت الفران مزيان ودرت العافيه الفوق والتحت، ودرت حتى هذيك الفرفاره حتى طابوا وجاو محمرين على هذا الشكل ورائعين، نتيجة زوينة. هما خرجتهم من الفرن، كيف جاوكم؟ انا غادي نحلهم معاكم ان شاء الله ونديرو في الطبسيل تاع التقديم، باقي سخان وتشوفوا ان شاء الله النتيجة النهائية. ومرحبا بكم، كاينين في القناة وصفات اخرى ديال بريوش قراشل قرص، كل واحد شنو كيقول لهم. اذا ما تنساوناش من خالص الدعاء وجربوهم ان شاء الله وتفرحوا بهم، لانهم جاو زوينين هكا في الصباح كسكروت تديهم لوليداتكم المدرسة.